سلام ومرحبا بكم في فيديو جديد من فيديوهات ديال ديلي بي اتش دي لايف ولا فلوغ بور دان ايتيديون دكتوراه. اليوم غادي نهضر لكم على واحد السجل اللي مهم واللي بزاف منكم طلبوه وبغاوني نهضر لهم عليه، اللي هو كيفاش نخدم البي اف او ديال الماستر ديالي ولا ديال سيكل انجينير. تلاقاو. دونك ان ستاج ديال الماستر ولا ديال السيكل انجينير هو واحد ستاج اللي كيدار اون بيريود ديال 6 موا الون جوسكا ان اني، واللي فيه فوزي سونسي انكم ديروا واحد البحث على واحد لاطيماتيك ولا واحد البروجي اللي على فا فوزي سونسي انكم ديبوزيو ان مانوسكري، واللي بضروره بطبيعه الحال خصكم تسوتنيوه في لافان ديال لاني دوفون اون جوري. ولكن كيفاش نلقى الستاج؟ شنو ندير في هاد الستاج؟ وكيفاش نبروسيدي بالخدمه ديال الستاج؟ الوغ اول حاجه خصك تقلب على الستاج، واللي حاجه ماشي سهله وهي البوان اللي كتمرض كاع الطلبه ديال الماستر ديال بغيت سيكل دانجينيور عندهم فين يمشيو، ولكن الطلبه ديال الماستر في لي دومين سيونتيفيك كيلقاو هاد البروبليم. دونك كيفاش نلقى الستاج؟ اولا كديفيني لا بروبليماتيك ولا لا ديسيبلين اللي باغي انت. دونك انا كنخدم في الفيتوباثولوجي ولا كنخدم في البيولوجي موليكولير ولا عندي مع لا جينيتيك ولا هكا، كنختار لي زادمينستراسيون ولا لي زانستيتيو اللي كيخدموا في هاد لي دومين هادو. كنمشي كنديبوزي يا اما الدوسي ديالي، يا اما كنكون كنعرف اساتذه كنمشي كنسول فيهم يا يبغيو يشدوا معايا يا ما كيبغيوش يشدوا معايا. هي في الحقيقه غادي تسمع بزاف ديال لا واحد وي. دونك واخا تسمع لا ما تفقدش الامل، ولكن حاول تبوستولي في دوطخو انستيتيو ولا مع دوطخو بروفيسور. شي حاجه اللي مهمه واللي باغيها انت دائما حطها هي او ماجوريتي، شي حاجه اللي حطها دوزيام شوا حطها دوزيام شوا، ولكن دائما قلب على اشنو انت كتبغي دير، عاد على شنو اللي ما باغيش دير ولكن اللي ما عندكش بزاف ديال الحظوظ في داكشي اللي بغيتي دير كتمشي ليه. هو الخطه الثانيه دوزيام بلان. دونك اول حاجه هو تقلب على ستاج. ثاني حاجه هو ملي كتلقى ستاج كتلاقى مع الاستاذ ديالك، خصو يديفيني لك لا بروبليماتيك، ماشي لا بروبليماتيك وانما يعطيك لو سوجي ديال الخدمه ديالك، يا اما كيعطيك لو سوجي يا اما كيعطيك تختار لي سوجي، كيكونوا بلوزيغ سوجي وكتختارهم انت. اول حاجه هو سوجي، هذا خصكم تلقاو السوجي ديالكم يعاد تخدموا به. ملي كتلقاو السوجي كتولي لكم حاجه سهله، لان كتعرفوا علاش غادي تخدموا. دونك غير كنعرف علاش غادي نخدم كيولي ساهل عندي انني نعرف شنو غادي ندير. ملي كنعرف السوجي خصني نجمع عليه لونسومبل ديال لي ريفيرونس بيبليوغرافيك ولا لونسومبل ديال سميتو ديال لي ريفيو بيبليوغرافيك اللي غادي ينفعوني انني نديفيني لا بروبليماتيك من بعد. دونك اهم حاجه خصكم ديروها من بعد هي لا ريشيرش بيبليوغرافيك. لا ريشيرش بيبليوغرافيك شي حاجه اللي مهمه بزاف، لان هي اللي كديفيني لك اشنو غادي دير انت في داك البحث ديالك ولا لي ريفيرونس اللي غادي دير في داك البحث ديالك. الحاجه الاولى دونك اون فوا عندي انا السوجي ديالي جي ديفيني لا بروبليماتيك ديالي اللي هي اهم حاجه واللي كتسولك عليها ملي كتمشي عند لونكادرون ديالك، كيقول لك شنو هو السوجي ديالك شنو هي لا بروبليماتيك ديالك. انت عارف السوجي ما عارف لا بروبليماتيك هذاك مشكل، دونك خصك تحلو بشي طريقه او باخرى، لانك الا ما عرفتيش البروبليماتيك ما عادش تعرف لا سوليسيون. دونك البحث ديال الماستر هو تروفي اون سوليسيون الى لقيتيها داك البروبليماتيك اللي كديفينا في الاول. دونك لايارشي ديال المانوسكري ديالك كتكون على الشكل الاتي، كتكون بيبليوغرافي ريشيرش بيبليوغرافيك، كتكون داخله مع انتروداكسيون ريشيرش بيبليوغرافيك ماتيريال ميثود ريزولتا اي ديسكوسيون اي اون كونكلوزيون بلوس لي ريفيرونس بيبليوغرافيك. ملي كنديفينيو لا ريشيرش بيبليوغرافيك اللي هي لونسومبل ديال لي زانفورماسيون اون جينيرال على داك لو سوجي ديالك، كندوزو للمرحله الثانيه اللي هي ديال لي ماتيريال ميثود ولا لي زيكسبيريونس اللي غادي دير في لو لابوغاتوار. الا كنت في لابوغاتوار كنهضر بروبرمون دي مع الناس اللي غادي يديروا لا بيولوجي لا شيمي لا فيزيك، ميم حتى الناس ديال الانجينيوري اللي دايرين لاغوان المونتير ولا داك التمثيل الاخر.
دونك كندوزو الماتيريال اي ميثود. ماتيريال اي ميثود، ماتيريال اي ميثود منين كنجيبوهم؟ كنجيبوهم من لي زارتيكل اللي ديجا زمعنا حنايا، لان اشنا غادي نديرو؟ حنا عندنا اون بروبليماتيك، كناخدو لونسوم ديال لي تيز، لونسوم ديال لي زارتيكل اللي تكتبو اون باراليل مع داك لا تيماتيك ديالنا، وكنحاولو نريبيتيو نفس الطخافاي. اي كنعاودو نفس الخدمة، ولكن لي ريزولتا كيكونو توجور ديفيرونت اون فونكسيون ديال فين كاينين حنايا وفين دارو دوك البحوث و انسيدي. دونك لا لي ماتيريال ميثود كتجمعهم، كتكتب لي ماتيريال اللي استعملتي، لا ميثودولوجي اللي درتي، داكشي كديكريه فواحد 5 ولا دي باج على حساب الماكسيموم، على حساب المانسكري ديالك شحال اللي دير فيه. دونك كي كدير ماتيريال ميثود اللي كتكتب راه هو نفسه داكشي اللي كدير اون باراليل في لو لابوغاتوار. اشنو كتخسر ديك الساعه؟ اشنو كدير من بعد؟ كتجمع لي ريزولتا ديالك، ريزولتا اللي خرجوا لك. دونك دوك لي ريزولتا هما اللي عادي دير لهم لا ديسكوسيون. خرجوك لي ريزولتا، درتي 3 ولا 4 ديال لي زيكسبيريونس، كل اكسبيريونس عطاتك ريزولتا برينسيبال. دوك لي ريزولتا هما اللي عادي دير في لا ديسكوسيون. و تي ديسكوت بار رابور ا كوا هي لا ديسكوسيون؟ شنو هي لا ديسكوسيون؟ هي كتناقش داكشي اللي خرج لك وكتقارنو مع داكشي اللي دار في دوطخ زيتيود ولا دوطخ ارتيكل سيانتيفيك اللي استعملتي. انا لقيت بان 1+1=3، هادشي راه كنقولو راه ني با اون اكور مع دوطخ شوز اللي دارو في دوطخ ارتيكل، وكنوميهم الارتيكل فلان كيقول لك بان 1+1=1=2. دونك هادي هي لا ديسكوسيون اللي كدار. ثاني حاجه فلافان ملي كدير لا ملي كدير الريفيرونس بيبليوغرافيك ديالها ولي ريفيرونس بيبليوغرافيك ديالك، ملي كدير لي ريزولطا لي ديسكوسيون كتناقش كلشي، كيبقى لك جوج حوايج اللي هما مهمين اللي هما لانترودكسيون ولا كونكلوزيون. الاغلبيه كيديروا انترودكسيون هي الاولى، في الوقت اللي لانترودكسيون كتكون هي الثانيه، بحال لا كونكلوزيون. تو بو با انترودوير ولا انكلور واحد الترافاي اذا ما كانش عندك عليه واحد المعلومات عامه ولا الخلاصه ديال داكشي اللي درتي. دونك النصائح اللي كنعطيكم انا هي ان تخليو لانترودكسيون ولا كونكلوزيون هما الفينال هما باش غادي تفيناليزيو الخدمه ديالكم. بقات حاجه مهمه هي لي ريفيرونس بيبليوغرافيك. اي حاجه، اي معلومه درتيها بزاف في الكتاب ديالك ولا في البي اف ديالك ولا في البروجي ديالك، راه خصك دير لها بلاصه ودير لها بلاصه ايضا في لابارتي ديال الريفيرونس بيبليوغرافيك، لان لا هيراشي ديال الرابور ديالك كتكون انتروداكسيون ريفيرونس بيبليوغرافيك ماتيريال اي ميثود ainsi que la conclusion et les références bibliographiques اللي هما مهمين. انت في الخدمه ديالك ما كديرش شي حاجه ديالك بروبر خطوه، ولكن راك كتنقل الخدمه اللي دارت وكتعاودها بطريقتك. دونك خصك ضروري ديبوزي لي ريفيرونس بيبليوغرافيك. المهم في لافان كتفيناليزي، الا كان عندك البحث ديالك درتي شي حاجه جديده اللي كانوا دي ريزولتا جداد ولا دي ريزولتا اللي سينيفيكاتيف، النصيحه هي حاولوا تكتبوا ان ارتيكل، حاولوا تبوبليوهم اونفا مع لي زونكادرون ديالك مع لي هاد، لان اهم حاجه تربحها من الرابور ديال الماستر، من غير من البي اف ديال الماستر ديال انجينير، من غير داك ليكسبيريونس هذيك، خاصك تربح اون بوبليكاسيون ولا دو اللي غادي ينفعوك بزاف لا سميتو في الحياه ديالك، لا كنتي باغي تكمل في لا ريشيرش سيانتيفيك او في حاجه اخرى اللي هي. دونك دائما تخلو بلانتيغي على انكم عاد ديروا ان طرافاي، عاد تسوتنيو ايه، ولكن لو بلوز امبورطون دي شوز هو انكم تبوبليو داك الخدمه ديالكم اللي درتو. كان هذا كل ما يتعلق ب كيفاش ندير نخدم واحد البحث ديال الماستر بطريقه ملخصه. المهم هادشي هو اللي كيدار، هو اللي كيتبع. الفكره كانت هي ان تاخذوا واحد الفكره عامه على شنو غادي ديروا، زائد ان في الباركور ديالكم يونيفرسيتير ولا الباركور ديال الماستر ديالكم راه ضروري تكون عندكم واحد الموديل ديال ميثودولوجي دو ريشيرش يونيفرسيتير اللي كيتقال فيها نفس الشيء، نفس البرينسيپ، نفس لي زيدي، سوف كو ان بو بروفوندي. كان معكم نبيل رضوان، عجبكم الفيديو ما تنساوش تجمجموا تانجاجاو في لي كومونتير.